فتحت السلطات المصرية اليوم معبر رفح البري في قطاع غزة في كلا الاتجاهين، وكانت السلطات قد فتحت قبل أيام المعبر استثنائيا في اتجاه واحد لإدخال الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري إلى القطاع، بعد أن أغلقته قبل نحو أسبوع على خلفية التصعيد الأخير في القطاع بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. حول هذا الموضوع نرحب من غزة بمراسلنا عبد الله مقداد. مرحبا بك عبد الله، ما الوضع الآن عند معبر رفح؟ هل بالفعل تم تنفيذ القرار والآن المعبر مفتوح في الاتجاهين بشكل كامل؟ تحية لك. بلا شك العمل في معبر رفح عاد لنا قبل إغلاقه قبل نحو أسبوع من الآن، وبالتالي آلية العمل فيه هي كالتالي: يتم السماح للفلسطينيين في قطاع غزة المسجلين في كشوفات تابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في القطاع، وأيضا كشوفات التنسيق المصري الذين يحصلون على موافقة أمنية مصرية مسبقة للدخول إلى الأراضي المصرية. اليوم كانت هناك عملية سماح لدفعة جديدة من المواطنين المسجلين في الكشوفات والحاصلين على هذه الموافقات الأمنية المصرية، وإن كانت وسيرة بطيئة بعض الشيء نتيجة الضغط الكبير وزيادة أعداد المسافرين في القطاع من وإلى الأراضي المصرية. طيب عبد الله، يعني هل تم تنسيق بين يعني في قطاع غزة بين حركة حماس وبين الحكومة المصرية قبل إعادة التشغيل؟ هل تم الاتفاق على أي شيء؟ لأنه الإغلاق أصلا كان على خلفية التصعيد الأخير في القطاع على خوف السلطات المصرية من انفلات أمني على الحدود. هل تم وضع أي ترتيبات لاتفاق على أي أشياء تم إعلانها سواء من جانب حركة حماس أو من جانب مصر؟ وفقا للمعلومات التي حصلت عليها اليوم، لا جديد يذكر في موضوع تشغيل آلية معبر رفح البري. معبر رفح البري عندما أعلن عن إغلاقه قالت السلطات المصرية بأنه أغلق لأسباب فنية، هكذا قيل نقلا عن مصادر صحفية مصرية نقلت عن مصادر أمنية مصرية في ذلك الوقت، وبالتالي لم تصدر حركة حماس أي تعقيب منذ ذلك الحين على قرار الإغلاق. وعندما أعلن فقط اكتفت بالإعلان عن أسماء المسجلين في كشوفاتها وآلية العمل في المعبر، وبالتالي وفقا للمتابعة الميدانية اليوم لا آليات جديدة ولا حتى زيادة في أعداد العابرين من وإلى الأراضي المصرية، وبالتالي يعني حتى اللحظة هي الآلية التي تعمل فيه أو يعمل فيها معبر رفح لا تغير جديد يذكر على هذه الآلية، طبعا باستثناء زيادة أعداد الحاصلين على الموافقات الأمنية أو ما يعرف محليا هنا بكشوفات التنسيق التي ازدادت أعداد الحاصلين عليها بشكل كبير نتيجة كما ذكرنا الأجازة الصيفية، وزيادة عدد كبير، زيادة عدد العالقين بشكل كبير في داخل قطاع غزة. هل في تكدس في جانب قطاع غزة من المعبر؟ يعني لأنه قبل أيام قليلة فتح المعبر بشكل استثنائي لعبور العالقين في مصر، على الجانب الآخر بقى في غزة إلى أي مدى في تزاحم في هناك عدد كبير؟ كما تعلم نحن في موسم الإجازة الصيفية، وبالتالي عملية عمل المعبر في خلال الأشهر الماضية شجعت عدد كبير جدا من الطلبة ومن حتى المسافرين والمقيمين خارج قطاع غزة من العودة إلى القطاع لقضاء العطلة الصيفية أو زيارة ذويهم بعد انقطاعهم لفترة طويلة، وبالتالي يوجد في قطاع غزة عدد كبير جدا من المغتربين والطلبة وأصحاب العمل والإقامات الخارجية. هناك بالفعل هنا في قطاع غزة نحن نتحدث عن عدد كبير جدا من العالقين أصحاب المصالح في خارج القطاع، ويعني وفقا للوزارة وزارة الداخلية في غزة يحتاج المعبر إذا تم العمل أو استمرت هذه الآلية يحتاج لفترة طويلة لتسهيل مرور هؤلاء المسجلين في كشوفاتها في الفترة المقبلة، يحتاج لعدة أشهر، وبالتالي نحن نتحدث عن أعداد كبيرة جدا لا زالت متواجدة، والآلية البطيئة والآلية
التي يعمل فيها المعبر حتى الآن لا تساعد في إجلاء كل هؤلاء العالقين في داخل القطاع الذين يرغبون بالعودة إلى مصالحهم خارج قطاع غزة. هل هناك يعني تحديد بمدى زمني لفتح المعبر، أم أن الفتح كما كان في السابق قبل الغلق لأجل غير مسمى يعني بشكل مفتوح؟ لا يوجد هناك موعد محدد لنهاية عمل المعبر. المعبر مفتوح كما كان بقرار من رئيس مصر عبد الفتاح السيسي إلى أجل غير مسمى، لكن المعبر فقط يغلق يومين في الأسبوع، هما يوم الجمعة والسبت، وبالتالي يبقى يعمل المعبر فقط لمدة 5 أيام ولعدة ساعات حتى 8 مساء بالتوقيت المحلي في قطاع غزة، بمعنى أنه يعني يفتح لمدة 12 ساعة تقريبا، هي فقط مدة السماح بالعمل عمل المعبر في داخل القطاع، وبالتالي هذه المدة يعني وفقا للآلية التي يعمل بها لا تكفي لعبور كل هذا العدد الكبير المتكدس في داخل القطاع للأراضي المصرية. نعم، شكرا لك من غزة عبد الله مقداد مراسل العربي.